السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم مهندس أحمد باقي تمارين أسئلة استرشادية لصف تكتمل مادة الرياضيات. نمشي التمرين القادم. تمرين ايش يقول؟ إذا كان صاد شرطة هي محولة المصفوفة صاد حيث صاد تساوي جتا ها ناقص جها جها جتا ها. إذن قال لك صاد ضرب صاد شرطة شي يساوي؟ صاد ضرب صاد شرطة شي يساوي؟ هذه صاد المحاولة بتاع المصفوفة هذه عبارة عن شنو؟ المحاولة بتاعها اللي هي صاد شرطة اللي قلنا عليها. قال لك إذا كانت صاد شرطة هي محاولة مصفوفة صاد، إذا صاد المحاولة بتاعها صاد شرطة، شنو تساوي صاد شرطة؟ شنو تساوي؟ نحولوها الصف يولي عمود والصف يولي عمود. إذا تولي هنا جتا ها هنا ناقص جها، حولت الصف هو إلى عمود، جتا ها ناقص جها، ونحول الصف هو إلى عمود. واللي هنا جاها هنا جتها كويس. هو طلب منك شنو؟ طلب منك صاد ضرب صاد شرطة. فبنضرب هذه في هذه. أول شيء تأكدوا ونشوف المصفوفة هذه عبارة عن شنو؟ المصفوفة هذه عبارة عن شنو؟ هذه عبارة عن صفين وعمودين، صفين وعمودين، وهذه عبارة أيضا عن صفين وعمودين. لما يتساوى هذا مع هذا اللي هي هذه مع هذه لما يتساووا معناها نقدر نضربه، والناتج شو حيطلع؟ الناتج حيطلع هذه وهذه اللي حتطلع لي مصفوفة 2 في 2. لما يتساوى الرقم هذا مع الرقم هذا معناها احنا نقدر نضربه، والناتج شو حيكون؟ حيكون 2 في 2. باهي خلينا نضربه توا. حتطلع لي مصفوفة مربعة 2 في 2، نضربه توا. جتها في جتها والناتج جها في الناتج جها. إذا جتها في جتها اللي هي جتا تربيع ها، ناتج جها في ناتج جها اللي هي زائد جا تربيع ها. كويس. بعدين نضرب الثاني، جتها في جتها والناتج جها في جتها اللي هي جتها في جها، جتها في جها وناقص هذه في هذه، مش هتطلع القيمة هذه، هذه في هذه، جتها في جها، ناقص جها في جتها، ناقص جها في جتها. لاحظوا أن هذه جتها جها وهذه ناقص جها جتها، معناها يمشي بصفر، تنضرب عليها بصفر. كويس، تو نضرب هذه في هذه. جها في جتها، جها في جتها ناقص جها أو جتها في جها، هذه في هذه وهذه في هذه. بعدين توا هذه في هذه، هذه في هذه وهذه في هذه. جا تربيعها زائد جتا تربيعها. كويس، هذه طبعا تمشي بصفر، هذه بصفر وهذه ايضا تمشي بصفر، تقعد لك القيمه هذه والقيمه هذه. جتا تربيعها زائد جتا تربيعها عباره عن شنو؟ من قانون المطبقات المثلثيه بتساوي واحد. نفسها جتا تربيعها زائد جتا تربيعها بتساوي واحد. اذا واحد وصفر وصفر وواحد، لان هذه تمشي بصفر، لان هذه ناقص هذه يمشي بصفر، وهذه ناقص هذه يمشي بصفر، تقعد لي هذه وهذه. هذه عبارة عن قانون المطبقات المثلثية بتساوي واحد، وهذه أيضا من قانون المطبقات المثلثية بتساوي واحد. إذا تطلع لي مصفوفة الوحدة، إذا الناتج يطلع لي مصفوفة الوحدة، أو في الأخير بيساوي لو بنفكوها هذه ونقولها كمحدد بتساوي واحد في الأخير. كويس، إذا هذه هي القيمة بتاعتنا. كويس، نمشي السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول لك اوجد قيم عين نتج عن المحدد بيساوي صفر. المحدد لما هو عين وصفر وصفر واحد ثلاثة عين ناقص واحد صفر 16 5 عين زائد واحد بيساوي صفر. نبغى قيمة عين. كويس،
احنا قرينا لما يكون عندنا قطر رئيسي يساوي ارقام واشكال والوان، لما عندي قطر رئيسي يساوي ارقام رموز او غيرها، ويكون عندي مثلث صفري من هنا، مثلث صفري، مثلث هو الصفري، يكون عندي مثلث صفري من فوق او يكون مثلث صفري من لوطة، لما يكون فوق او لوطة فاحنا ايش نضرب؟ نضرب على عناصر القطر الرئيسي هذا ونسويه بالقيمة اللي تسوينا من الجهة الثانية. خلينا نعاودها من جديد، خلينا نعاود نتكلم. خلينا نعاود نتكلم. لما يكون عندي مثلث صفري فوق او مثلث صفري لوطة، اذا عناصر القطر الرئيسي بيساوي القيمه الجهه الثانيه. اذا عناصر القطر الرئيسي هذا بيساوي القيمه في الجهه الثانيه، لما يكون عندي مثلث صفري فوق هنا ومثلث صفري هنا، يعني سواء حط لك اسفار لوطة او حط لك اسفار فوق، معناها عناصر القطر الرئيسي هذا بيساوي صفر. كويس، خلينا تو ندير عناصر القطر الرئيسي ونضربه هذه في هذه في هذه. اذا عين في الثلاثه عين ناقص واحد في العين زائد واحد بيساوي صفر. كويس، اذا عين في الثلاثه عين ناقص واحد في العين زائد واحد بيساوي صفر. اذا القيم عين شو بتساوي؟ عين بتساوي صفر وثلاثه عين ناقص واحد بتساوي صفر، ومنها عين بتساوي واحد على ثلاثة وعين بتساوي ناقص واحد. إذا هذه هي قيمة السؤال. إذا طلعنا قيمة عين، عين بتساوي صفر لأنها عين بتساوي صفر، ثلاثة عين ناقص واحد بتساوي صفر منها نرفع ناقص واحد طرف الآخر تقعد لي عين بتساوي ثلث، وعين زائد واحد بتساوي صفر نرفع الواحد طرف الآخر تقول لي ناقص واحد، إذا عين بتساوي ناقص واحد. خلينا ممكن فهمتوهاش هذه. أول وحدة عين بتساوي صفر و ثلاثة عين ناقص واحد بتساوي صفر، ومنها ثلاثة عين بتساوي واحد، ومنها عين بتساوي ثلث، معناها عين بتساوي ثلث، وعين زائد واحد بتساوي صفر نرفع الواحد طرف الآخر إذا عين بتساوي ناقص واحد. وهذه هي إجابة السؤال، هذه هي إجابة السؤال. نمشي للسؤال اللي بعده. صاد ناقص واحد اثنين صاد زائد واحد ثلاثة اثنين صاد يساوي اثنين. كويس، يعني كيف نحلوها؟ تضرب، نفك المحدد، تضرب صاد في صاد بصاد التربيع ناقص عناصر القطر الفرعي، عناصر القطر الرئيسي ناقص عناصر القطر الفرعي، معناها ناقص ناقص واحد في اثنين بناقص اثنين، ناقص اثنين في الناقص بزائد اثنين. كويس، زائد واحد في الصاد بصاد ناقص ثلاثة في اثنين اللي هي ناقص شنو؟ ناقص ستة. شنو بيساوي هذا؟ بيساوي اثنين طرف الأيسر. كويس، إذا نرفع اثنين طرف الآخر أو بيمكننا نلغوها، اثنين هذه تمشي مع اثنين هذه، يعني صاد تربيع ترفع على الجهة الثانية، واليسار تربيع زائد صاد ناقص ستة بتساوي شنو؟ بتساوي اثنين ناقص اثنين صفر. ومنها صاد وصاد عبارة عن فرق بين مربعين، صاد وصاد ناقص ثلاثة أو زائد ثلاثة وناقص اثنين، زائد ثلاثة وناقص اثنين، لأن ضربهم ناقص ستة وجمعهم بيطلع لي زائد صاد، ومنها صاد بتساوي ناقص ثلاثة وصاد بتساوي اثنين. هذه قيم صاد، هذه قيم صاد عفوا. هذه قيم صاد، كويس، إذا هذا هو إجابة السؤال. هذا هو إجابة السؤال. خلينا نشوف الفيديو. تمام. خلينا نختم الفيديو في هذه المسألة ونمشوا الفيديو القادم إن شاء الله ونكملوا باقي الأسئلة إن شاء الله بعون الله تعالى. ففهموهم مش هيجيبوكم ممكن نفس الأرقام لكن نفس الأفكار.
نفس الافكار هذه، ممكن يجيبوا لك نفس الارقام لكن الافكار نفسها. نتمنى تكونوا قد استفدتوا معي في هذا الدرس، عمل لقاء بكم في الدرس القادم بعون الله تعالى. ديروا لايك للفيديو وسبسكرايب خليه يوصل للسماء، وان شاء الله نلتقي في فيديو قادم بعون الله تعالى. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.